معقولة نضحي بكل الوقت ده عشان نشرب شوية مية نظيفة؟ أكيد لأ. مش معقول كمان هنضحي بصحتنا ونشرب مية غير نقية؟ دلوقتي هوريكم جهاز تنقية المياه من LG، جهاز رائع. يلا بينا. هو ده جهازنا اللي حكيت لكم عنه. الجهاز بيمر بأربع مراحل للتعقيم. أول فلتر بيعمل حاجتين علشان يتخلص من الرواسب الكبيرة. المرحلة اللي بعديها بيتخلص من الأملاح والمعادن الضارة، والمرحلة الأخيرة هي اللي بتخلي لي طعم المية يفضل نقي. الجهاز سعته تقريباً 8 لتر في خزان ستانلس ستيل، يعني صحي أكتر، مفيش بكتيريا، مفيش تلوث. ليه أنا بحبه الجهاز ده؟ بحبه لأنه فيه مميزات مش موجودة في الأجهزة التانية. أول حاجة بيديني 3 درجات حرارة، بيديني مية سخنة جداً، فبالتالي بعمل المشاريب السخنة اللي أنا عايزاها على طول. بيديني مية بحرارة الغرفة، وبيديني مية ساقعة جداً. وكمان في لك للأطفال علشان خاطر ما يقدروش يعملوا أي حاجة، وبالتالي ما يتأذوش من المية السخنة. وأكيد أي حاجة بتهم أي حد بيشتري أي جهاز هي الكفالة. إحنا الكفالة في الجهاز بتاعنا سنة كاملة. صحيح. وكمان كل 3 أشهر بيجي مندوب من شركة LG علشان خاطر يعقم لي الجهاز. والجهاز بيتعقم بطريقة كهربائية، مفيش أي حاجة كيماوية خالص بتدخل فيه، فبالتالي هو بيكون صحي. ولو الجهاز حب يتعقم قبل 3 أشهر، الجهاز بينور وبيقول لي غيريني، فبالتالي بكلم بسرعة. LG بيبعتولي حد بسرعة يعقمهولي. صح الكلام؟ إيه ده؟ هو راح فين؟